إن زينب شافت أحلام رايات منشورة على القبر، قالت يا بني زين العابدين ألم أقول لك لا تعرج بنا على طريق فيه نظارة؟ قال عم زينب هذا عمنا جابر جاء لزيارة والدي الحسين. قالت ما هذه الأحلام؟ قال هذه أحلام نشرت على قبر والدي الحسين. وإذا العقيلة زينب من بعيد تصرخ من صميم فؤادها تنادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلام وما حال جثة ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا الشهيد ابن أمي فانت لما أنوارها قبر عشاه يا الوالي ما تنقطع زوارها. وصلوا وين؟ وصلوا إلى القبر الشريف وين زينب أول من سن السعي بين الحسين والعباس. هي زينب ولكن تشكو ما حل عليها ظلامتها إلى من؟ إلى أخيها الحسين. فجاءت زينب ورمت بنفسها على قبر أخيها منادية وحسينها